حوادث مأساوية ما زالت تتكرر يوميا على طرقات لبنان ويكاد لا يمر يوم دون تسجيل ضحايا أو إصابات نتيجة حادث تصادم أو حادث سير أو تهور بعض السائقين. انطلاقا من هالواقع تطلق جمعية كن هادي غدا بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة حملة توعية حول هالموضوع تحت شعار لن ننساك. عن هالحملة بنستقبل سوا مديرة جمعية كن هادي سيدة لينا جبران، اهلا وسهلا فيك. واستاذ بسام عزوري كمان اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم اثنيناتكم. يعني بدايه لينا، كونكم ناشطين بهذا المجال بالذات ومع هلا كل القوانين اللي مفروض تكون مشدده وعم تتطبق، هل حاسين بالفرق؟ هل صار في احصاءات وعم نلاحظ بالفرق؟ ليك الاحصاءات نحن على طول بناخذها من المرجع الرسمي الوحيد يلي هو قوى الامن الداخلي. حسب قوى الامن الداخلي، من اول ما بلش تطبيق القانون بحزم من 21 نيسان لتاريخ اليوم، بيقولوا انه تراجعوا حوادث السير بنسبه 50%، وهيدا رقم كتير كبير. انما هيدا اذا بدكم رقم اني نحن المهم من بعد سنه ساعتها بتكون استمرت الحملة بحزم فينا نلاقي النتائج المضبوطة. لأنه كمان بنهاية 2010 بداية 2011 إذا بتتذكروا عقيم معالي الوزير بارود انعملت حملة وتشدد القانون بشهرين كمان. يعني على أيام الوزير بارود بعتقد كلنا صرنا نحط السنتور دون استثناء وبعدنا لهلأ. يعني أنا من مش كتير بعدهم لهلأ، لأنه هي الوقفة هلأ رجعوا مع القانون الجديد، رجعوا تذكروا أنه لازم يحطوا السنتور لأنه بدهم يدفعوا غرامة. أكيد لينا، أنا بدي أقول أنه بسام من بيمثل جامعة الAOU، ورح نقول أنه هيدا الجامعة هي مشاركة رح بتكون بالحملة بكرة، فبدأ منك تعرفني أكثر على الجامعة وكم فرع عندها. الجامعة العربية المفتوحة رسالتها هي تأمين تعليم جيد للشباب من كافة شرائح المجتمع. طلاب الجامعة العربية المفتوحة بياخذوا شهادتين، شهادة لبنانية بطبيعة الحال معترف فيها من الدولة، وشهادة ثانية من بريطانيا الأوبن يونيفرسيتي. والحلو بجامعتنا أنه الأقساط مدعومة، تلميذ ما بيدفع أكثر من 30% من اللازم يدفعه، لانه في برنامج دعم خليج بغطي نسبتين. كفروعه في هلا عندنا فرع ببدار وفرع بانطلياس، وفي كذا فرعين قريبا رح يصيروا بالخريف الجاي رح يصيروا يبلش الشغل فيهم. كيف صارت هالتوأمه ما بين جمعيه كن هادي وبينكم بسام؟ نحن رسالتنا غير الاكاديميه ونطلع شباب مثقف. فكرنا انه هالشباب وكل يوم عايشين بهالمجتمع وعم نسمع الحوادث اليوميه اللي عم بيروح ضحايا من وراها، ففكرنا كمان انه ضمن خدمه المجتمع اللي بتعملها الجامعات حابين نعمل شيء. وهون اول ما فكرنا انه كيف بدنا نوعي، كيف بدنا نخفف، فكرنا بجمعيه تكون هادي، لانه مثل ما بتعرفوا من الاكثر يمكن نشاطا بهالموضوع. فاتصلنا فيهم وبلشنا بكذا كذا شغله، كذا فعل عم نعمله، كذا فكره بيناتهم هيدي. الفكره بكره شو يعني اذا ببلش تعرفنا ومنكمل مع مدام نينا؟ الفكره هي بكره نحن هلا هيدا الشهر عم نعمل حمله كبيره لنوعي الشباب مره جديده. عنوان الحمله هلا بتشرح مدام لينا احترم حدود السرعه. نحن كل هالشهر بلشنا وهي حمله عم تدريجيا عم بتزيد. بكره اذا بدكم الافتتاح او الاعلان عنا وين راح يكون؟ بمبنى الجامعه بانطلياس، مبنى الجامعه العربيه المفتوحه بانطلياس. هو شعار الحمله لن ننساك، ليش اخترتوا هيدا العنوان هيدا الشعار؟ هيدا اللي ابتديتوا فيه مزبوط. بس انا اول شيء اكيد بدي اشكر الجامعه العربيه المفتوحه، ويمكن الناس بيتساءلوا انه جامعه، وحتى نحن بالاول كنا شوي متعجبين انه عاده نحن بنروح صوب الشركات او صوب المصارف يلي بيقدروا يدعموا ماديا يساهموا اكيد. وكان اكيد خطوه كثير حلوه، وانبسطنا انه يا لطيف هالجامعه قد ايه مهتمه بهيدا الموضوع، حتى هي بدل ما تعمل الحمله ودعايه لإلها للجامعه حبت انها تحط ايدها بايد كن هادي ونعمل حمله للمجتمع ككل. فانا
بشكرهم كثير، وخطوه فريده من نوعها، وان شاء الله باقي الجامعات بيتمثلوا فيها. بسام، شو اللي دفع الجامعه للمشاركه معكم هادي؟ يعني ما بعرف اذا اللوجيك عندكم بتقول انه هو اللي شباب عم يتخرجوا لحتى مفروض يكفوا حياتهم باسلس طريقه ممكنه، بمثل ما لازم تكون هي حياتهم، وما يروحوا ما يتجهوا يعني صوب بالسرعة لحتى ما يوصلوا لحيط مسدود وما ينهوا حياتهم مثلا؟ مزبوط، الجامعة هي محل للشباب. احنا عنا بالجامعة حوالي 4000 شاب عم نشوفهم حوالينا، وعم نشوف اوقات المشاهد فيهم بيوصلوا بالسيارات والمسرعين، فيهم بيوصلوا بالموتويات والمسرعين، ونحن كجامعة رسالتنا نطلعهم مسقفين ليرجعوا ينبسطوا بحياتهم. بيتعاقبوا بس يكونوا مؤخرين يمكن. ضمن الامكانيات. هلا اذا تاخروا قالوا لكم كنا ملتزمين بانه نسير مسامحين، ايه امشوا قبل بوقت. فمنخرجهم لينبسطوا بشهادتهم، لينبسطوا اهلهم فيهم، ولينبسط مجتمعهم فيهم. وللاسف في ناس هن او بس يخلصوا بصير معهم حوادث. نحن صار معنا كم حادث قدام الجامعه، ومننا بلشنا ننتبه انه هذا موضوع بعد مش عم ياخذ الحجم اللي لازم ياخده. فباول الاكتيفيتي اللي عملناهم مع كون هادي اجوا عملوا دوره للشباب، عملوا بدي اسالك انه عم بيصير في بالجامعه أكيد. يكون هيك من ضمن المنهج نزل. مدارس او جامعه، حتى المدارس قبل ما يقدموا تلاميذ على دفتر سواقه يكون في توعيه لهم. هلا بقلك نحن شو عم بهالصدد تكمل. نحن مثل ما حكينا في سيكونس عم نلحقها، بلشنا يجوا حملات توعيه يكون هادي، اجوا عم بنينا بالطيونه بانت الياس، عملوا اكثر من مره، وبتلاحظي انه في شباب كثير انتبهت، بس يفرجون بس تمرق لنا وتفرجي مثلا بالاحصاءات، بس تفرجي حوادث، بس تفرجي غير ما واحد يسمع خبريه، بس يقعد ثلث ساعه او نص ساعه عم يسمع وعم بيشوف. في كمية كبيرة، الأكترية من الموجودين دائما بينصدموا، وللأسف بضل في بعض الناس اخدينا شوي بولدني بتحسي، بس أكيد الأكترية من عبي سيرفيز بتحسين إنه فهموا المساج.